شرفنا صبيحة اليوم 14 ماي 2022 بالمتحف الصحراوي على نشاطات تندرج ضمن فعاليات شهر التراث لسنة 2022، وكان الافتتاح بمعرض موسع للصناعة التقليدية وكذلك الحرف التي يحتفى بها هذا العام في شهر التراث كتراث لا مادي، هوية وأصالة. وكذلك أشرفنا على زيارة لبعض الغرف وكذلك عملية تسليم بعض الآلات الموسيقية القديمة من جمعية ناس الواحات بنقا الديوان للمتحف الصحراوي،